القرار اللي أعلن عنه النهاردة رئيس الوزراء بتخفيف الأحمال، مين اللي هينفذ هذا القرار يا دكتور، وكيف سيتم تنفيذه بناء على توضيح أن الموضوع هيكون بالتناوب؟ اللي هيتم تنفيذ هذا القرار اللي مجلس الوزراء خده هو شركات توزيع الكهرباء. الإدارة المحلية لا علاقة لها بالكهرباء على الإطلاق. لا علاقة للإدارة المحلية. لا علاقة لها بالكهرباء. الكابلات اللي بيتكلم عنها أخونا العزيز دي مسؤولية وزارة الصحة والطاقة. دكتور صبري استاذنك تقف في مكان أفضل علشان الشبكة. معاك يا دكتور. هذه هي مسؤولية الشركات توزيع الكهرباء. مش مسؤولية الإدارة المحلية. تمام. وأنا كمستشار لوزير التنمية المحلية قلت لحضرتك إنه ما بين المدن والأحياء وما بين شركات التوزيع. لكن المسؤول الأول عن زي ما قلت لحضرتك الكهرباء هو وزارة الكهرباء والطاقة. تمام. أنا بس عايز أرد على حكاية الكابلات تحتمل ولا لا تحتمل. أيوة. لا، احنا الشبكة الخاصة بالكهرباء بيتم تحديثها وبيتم تحديثها بشكل دائم. عندنا وسائل كثيرة جدا للتحكم في التيار الكهربي وكلها حديثة ومتطورة. جميل، ده كلام جميل يا دكتور، ولكن السؤال التحديث تم على أي أساس وعلى أي معلومات؟ يعني إحنا لو هنحدث لهذه المنطقة إحنا عارفين إن العمارة دي فيها عدد شقق معينة لكن فيها تجاوز شقق أكتر، فبالتالي التحديث أو تطوير الشبكات على أي أساس؟ لا لا، عشان كان نبقى عارفين بالظبط إيه دور كل جهة. زيادة الأحمال ده نتيجة ارتفاع درجة الحرارة اللي في العالم كله ونتيجة وجود حاجة اسمها القبة الحرارية. أيوه. بتجتاح العالم الآن. احنا عندنا كهرباء نبقى عارفين احنا في وللأسف في مشكلة في الصوت يا دكتور. احنا كده الصوت واصل يعني في مشكلة للأسف في الصوت. لو حضرتك تتحرك بس في مكان فيه شبكة أفضل. سمعاني حضرتك؟ معاك اتفضل. بقول لحضرتك احنا عندنا فائض في انتاج الكهرباء. واحنا دوله مصدره للكهرباء. صحيح. وبالتالي ما عندناش مشكله في حجم الطاقه الكهربيه المنتجه. احنا عندنا مشكله في حجم الاستهلاك.